السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بيشتغل بالذكاء الاصطناعي يقدر يكتب لك بلوج بوست، يعني يكتب لك بوست تشوفه في المدونة بتاعتك. هو بيشتغل بالعربي وبالانجليزي، يعني اللي عامل الموقع دوت أصلا شاب عربي، فهو كان شرح الموقع. ممكن نيجي نقول له احنا عايزين مثلا نعمل ارتكل او نعمل ايميلات. كل شوية الواحد بيدخل الموقع فبيلاقي فيه تحديثات بتحصل فيه. هنا بيشرح لي الطريقة بتعمل ازاي. خلينا نقول له مثلا عايزين نعمل ارتكل، بقول له مثلا عايز فول كنترول مثلا او وان كليك جنريت، او انا عايز الاوت لاين الخطوط الرئيسيه للارتكل. ماشي، قلت له وان كليك. بيقول لي انت عايز تكتب عن ايه، هقول له تاريخ مصر مثلا. وبعد كده بيقول لي انت عايز اللغة، هقول له عربي، ونشوف المقالة هتتكتب ازاي. فبلاقي المقالة هيت تاريخ مصر، الأصول والحضارات، وتفصيل تفاصيل العصر الجديد، التدهور. تمام، فجاب المقالة بشكل كويس جدا ومنظم، فممتاز، يعني يستحق إن الواحد يشتغل عليه.